سلام لماذا تستهدف سيد نساء العالمين سماحة الشيخ رغم كل ما ورد في تراث أبيها صلى الله عليه وآله من أمور وتوصيات؟ سأجيبك بجوابين، تفضل. جواب مختصر وجواب مطول. أما الجواب المختصر فإن القوم قد انتقوا شخصا إن استطاعوا تمرير مشروعهم ولو بقتله لن تقوم لشخص آخر قائمة بعده. يعني نقوا اختاروا الذروة الذروة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد على وجه الأرض بنت لنبيهم أو ابن لنبيهم غيرها. فإن استطاعوا كسر شوكتها لن يجرؤ بيت لا في العرب ولا في العجم لا في قريش ولا في غطفان ولا في ثقيف ولا 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 أن يرفع برأسه. وبالفعل هذا ما حصل. هذا الجواب مختصر. بالمطول شوف، في شيء ذكره الله في القرآن اسمه حسد تاريخي متأصل. حسد تاريخي متأصل، حسد تاريخي متأصل يعتلج في النفوس. كان الحسد يتعلق بأشخاص، يعني تجد قابيل يحسد هابيل إذ تقبل من الأخير ولم يتقبل منه، فسولت له نفسه قتل أخيه حسدا وظلما وبغيا فقتله. فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. بتلاقي سامري بيحسد موسى وهارون، بيفتح دين على حسابه. نعم. بتلاقي نمرود يحسد إبراهيم أن آتاه الله الملك. أنا من الذين يرون أن آتاه الهاء ترجع إلى إبراهيم، لأنه ما عم يناقشوا أنه إله ولا مش إله. طبعا إذا أسقطه من كونه ملك سقط من كونه إله بطريق أولى. طبعا. ولذلك أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. أحسن، وآتيناهم ملكا عظيما. انتقل الحسد من حالة فردية مترافقة مع أولياء الله الصالحين إلى حالة عامة تتصل بالنسب الإبراهيمي. ولذلك الأموي شو قال؟ قال تنافسنا مع بني هاشم ففعلوا وفعلنا وقاموا وقمنا وقعدوا وقعدنا، بس يوصل الأمر أن يقال منهم نبي، هذا لن نرضى به. ما بقى فينا، ما بقى لنا قدرة أن نزاحمهم في ذلك. فبدأ الحسد يشتد ويشتد. الزهراء ملكة الدين، هي القيمة. شو بدكم سادة المشاهدين؟ ماذا تريدون أكثر من وجود شخص بين الناس يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه؟ في عندكم دليل أمتن وأقوى على عصمة الشخص المطلقة من هذا الدليل؟ مش يغضب لغضب الله. مو أنا أحيانا عندما أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قد يقال غضب لغضب الله. نعم. بسلك أموري من هذا القبيل، ممكن أن لا تكون نيتي كذلك لكن أقله بموه عليك. بس عندما تجمع الأمة على شخص مربوط فيه رضا الله وغضب الله عز وجل، هذا أمر ما بيعود فيك تتجاوز هذا الشخص. يصبح هذا الشخص دينا قائما بذاته. لا، لأنه إذا أردت أن تعلم رضا الله فانظر إلى رضاه، وإذا أردت أن تعلم غضب الله فانظر إلى غضبه. والدين ما هو إلا أن يكون سعي لإرضاء الله وسعي لتجنب غضبه. ما هو الدين؟ من هنا تكاثفت أبخرة النحس على كلمة واحدة اسمها الحسد لفاطمة. في بداية خلقتها نطفة من أفضل ثمر الجنة، في بطن أمها تحدث خديجة،
تزهر بولادتها. يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: أم أبيها. والأم هي الرأس من كل شيء. أنا ما جاي أقول إنها أفضل من أبيها، لا. هاي كلها خصوصيات بينها رسول الله صلى الله عليه وآله، هي رشحة منه. حتى بلغ الأمر به صلى الله عليه وآله أن قال: فاطمة روحي التي بين جنبي. والسميع عميس معه. طيب، ضيق عليهم المسارب، سد عليهم المنافذ. حاولوا بالأول أن يستوعبوا هذا الشخص بالزواج منه، فتقدم بعضهم للزواج من فاطمة فرفضوا. ثم كان زواجها أمرا من عند السماء، هي النسب وهي الصهر، هي واسطة العقد الرابط بين محمد وعلي، بين محمد وعلي، ومنها ينتج الكوثر. ولا شو ربط الآيات؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن الذي يشنؤك إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يعيرك شانئا لك بأنك أبتر هو الأبتر. طيب الكوثر سلمت وآمنت أنه نهر في الجنة، بس بالآخرة يرضى رسول الله أو بنسب في الدنيا يكون مرافقا للقرآن: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الكوثر. ومن يقول إن كلمة الكوثر لا تحتمل أكثر من معنى وأكثر من مورد، موارد في الدنيا وموارد في الآخرة؟ من يجرؤ أن يقول إن الحسن والحسين ليسا كوثر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مين يجرؤ؟ إلا أن يكون ناصبيا. ناصبي ما إلنا شغل معه، خلص ختم الله على قلبه، نصب العداء لأهل البيت عليهم. هو يرى أن الحجاج أفضل من الحسين بن علي، شو بدك تحكي معه هنا؟ يعني ماذا ستقول له إذا استدرجك لمناظرة بأن الحسين بن علي أفضل ولا الحجاج ولا يزيد بن معاوية أفضل؟ بتكون عم تهين نفسك وتهين تاريخك وتهين مجرد تراثك. المقارنة صحيح. ما لي شغل معه. عندما تكاثفت أنماط الحسد، جاءت اللحظة المناسبة التي يقضى فيها على ما تمثله الزهراء من رمزية. ولذلك انتهزت فرصة أن لاذت بالباب، وفرصة أنهم تيقنوا من أن عليا مأمور بعدم إهراق الدم. وهذا يحدث، حدث مع أنبياء: يا ابن أم إن القوم استضعفون وكادوا يقتلون. شو يعني قصر في في في؟ ونفس الكلمة رددها علي عليه السلام، فضربوا ضربته، دفع الباب عليها، عصرت به، وكزت بجنب السيف، أسقطت جنينها، مرضت، استشهدت. وهذا الأمر ما بدي أقعد ثبته وأدخل بمتاهة أنه هل ثابت أو مستبد، كل السياقات تدل على ذلك. ما معنى أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال رطبا، فتتجمهر أمة على بيت ابنته جمهرة عداء؟ شو بيعني؟ خلص مجرد ما تحقق العنوان كل شيء صار ممكن، كل شيء صار ممكن. أصبح ممكن. أحمد معلش تفضل. اليوم بطلع من استوديو، لا سمح الله بيصير في مشكلة بيني وبينك، بطلع بالسيارة على البيت بدي ربع ساعة، ربع ساعة لازم يروق أعصابي، صح؟ لا، بجيب الرشاش وبلحقك على بيتك. طيب من بيتي لبيتك هم ربع ساعة، مفروض تهدأ نفسي، ما زال مرجل الغضب. إذا صار في سبق إصرار وترصد، وبطلع وأطلق النار وأصيبك فأقول لا، يعني بس جيت على البيت مهاجما فقط. لما يعني أطلقت النار في الهواء ما بعرف كيف انصاب. ليش ماتت الزهراء عمرها 18؟ ما بعرف كيف انصاب أحمد غزال. بجوز حدا من جيرانه أو لطشته الكهرباء. يعني ما بتصير تخرج من المنطق إلى اللا منطق، إلى تهوين الموضوع. مو اجوا وتجمهروا وقال قائلهم إن في البيت فاطمة، قال قائل آخر أيقن الله النصر، وإن وآخر أيقن النصر، وإن في البيت فاطمة، وإن خلص متى ما قال وإن أصبح كل شيء مباح. حصل ما حصل، بالفعل امرأة دافعت عن إمامها
ودافعت عن دين أبيها ودافعت عن الأمة. تعرف ما معنى أن تقف الزهراء أول مدافعة عن الإمامة؟ يعني تدافع عن الأمة، تدافع عن حق الأمة في أن يكون اختيار الله لقيادتها المعصومة اختيارا سالكا، ودافعت عن إمامة إمامها، ودافعت عن الدين وهي قيمته. كيف تكون قيمومة على الدين بأرقى المستويات إلا ويكون شخص يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه؟ إذا يوم القيامة تصرخ فاطمة فيصرخ لصراخها رسول الله، وتصرخ الملائكة بصراخ فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم بيجوا بيحكوا لي إنه الآن إذا عملنا مجلس تعزية لماذا نرفع أصواتنا جزعا؟ ولك يا عمي اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. طلعوا من هالبواب بقى، خلاص اقرأوا جيدا ماذا يحصل. تأسوا، أسبقوا قبوركم بصرخة لله ولرسوله. الله، خليك تكون منسجم مع السياق وبناء عليه. هذا الحسد لا يزال قائما على تراث علي وفاطمة، على أبناء علي وفاطمة، على منصب علي وفاطمة، على مقام علي وفاطمة، مفيء غارات على ألقابهم ومزاياهم ومناقبهم، ولا لا؟ طبعا. وسيبقى هذا الحسد، كلما ذهبت أمة أورثت الحسد لأمة أخرى، وسيحسد المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والحسد ما له علاقة بمذهب، لا مذهب له، حسد لا مذهب له. قد يكون ممن ينتحل مودة أهل البيت من كبار الحساد، وقد يكون ناصبيا. ناصب المفضوح أهون بكثير بكثير من المحب الحسود، من المحب الحسود الذي يتلوى ويتلون. نعم صحيح. مأساة السيدة الزهراء ليست مأساة شهادتها فقط، وإن كانت شهادتها لتخر منها الجبال. مأساة الزهراء في قيمة استبطنتها هذه المرأة بلغت ذروة العطاء السماوي لأحد من أهل الأرض، حوراء إنسية يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هم يعلمون ذلك، لذلك اختاروها هي. هم يعلمون طبعا، هم يعلمون. طيب إذا باعتقادهم أسقطنا، حاشاها، أسقطنا فاطمة، فمن ذا ستقوم له قائمة من بعدها؟ أي حرمة من بعدها؟ لن يبقى لأحد حرمة. وهن بقالوا شوفوا ترى ما حدا أفضل عنا من بنت رسول الله، خرجت واحتجت علينا وما سمعنا لها، وأخذنا البيعة غصبا عنها، وهاجمنا بيتها، وفعلنا ما فعلنا، أوعى حدا يرفع راسه. وبقيت الرؤوس مزدفع الباب، مذلولة، تؤطئت رؤوس الأمة إلى يومنا هذا. لن يرفع رؤوس هذه الأمة إلا المولى صلوات الله وسلامه عليه في بعض ما لها من حق عليه وعلينا جدته الزهراء صلوات الله وسلامه.